السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن خطوات الترشح للحصول على لقب المعلم الخبير. كما يظهر أمامكم بالشاشة، هذه هي الواجهة الرئيسية لموقع مايكروسوفت التعليمي، والتي تحتوي على العديد من الدورات التدريبية والشروحات العملية على أحدث برامج مايكروسوفت التعليمية المفيدة للمعلم، والتي تعمل على تنمية مهاراته لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال في العملية التعليمية والتعامل اليومي مع الطلاب. بالطبع كل هذه الدورات مجانية، يمكن التدريب عليها في أي وقت، وبعد انتهاء التدريب ومشاهدة الفيديوهات يوجد اختبار في نهاية كل كورس أو دورة تدريبية تتمكن من خلاله بعد اجتياز الأسئلة أو حل الأسئلة بشكل صحيح بنسبة تتعدى أو تفوق 80% من الحصول على شهادة مجانية معتمدة تضاف إلى ملف التطوير المهني لكل معلم. كما ذكرت مسبقا عن مجتمع مايكروسوفت، مجتمع عالمي يحتوي على الملايين من المعلمين الخبراء، واللي كل واحد فيهم بيسعى إلى تطوير مهاراته وقدراته في عمله التربوي، وذلك من خلال استخدام أحدث برامج مايكروسوفت وكيفية تفعيلها بشكل متميز في العمل مع الطلاب، واللي بتعود بالنفع على الطالب بشكل أساسي، وفي نفس الوقت بتوفر الجهد والوقت على المعلم ويقوم بإخراج عمله بشكل متميز ومبدع ومشوق لأبنائنا الطلاب. بالطبع كل عام مايكروسوفت بتفتح المجال لمجموعة جديدة من المعلمين للحصول على هذا اللقب. في هذه الفترة كل معلم بيحاول يثبت بالأدلة والإجابة على الأسئلة اللي هنتكلم عنها لاحقا أهليته أو أحقيته للحصول على هذا اللقب. بعد انتهاء فترة التقديم بتمنح مايكروسوفت الناس أو المعلمين اللي قاموا بتقديم طلبهم عبر الموقع، اللي شافت إن شغلهم فعلا متميز وفي أدلة متميزة بشكل جيد، لكي يصبحوا جزء من هذا المجتمع التعليمي المتميز على مستوى العالم. وبتمنح الفرصة للمعلمين لتبادل خبراتهم معا، وهنشوف مع بعض في الخطوات التالية في الفيديو عن مميزات وأهمية الحصول على هذا اللقب. The Innovative Educator Program is a professional development program designed for obviously professional development educators to help them infuse technology into the classroom. Specifically Microsoft technology, and to get them to better understand how our tools can have direct impact in their classrooms. It was an opportunity to really have deep knowledge of the tools and the resources that Microsoft has been generous to provide to education. We wanted to create a program that supported those educators whose responsibility is to go into the classrooms and to work with educators to help support them in using the technologies that their districts have already purchased and to drive some awareness around the free tools that Microsoft makes available to educators. The MIE program allows you to think about, why do I need this tool? What problem is the tool addressing? What need do my students have? And then learn the tool that's appropriate. It provided me with the resources that were necessary to engage kids, to value project-based learning experiences. So I'm able then to go out and take that program that they provided to me and then redistribute that to thousands of teachers actually inside my school district. This summer I was able to work with 50 teachers from all over the globe on Microsoft tools and teaching and innovative teaching practices. The program allows a teacher to become a facilitator in the classroom. It takes them out of the position from handing over information and delivering information to the classroom, but then really facilitating learning that they're going to then later use for real world applications. Microsoft supporting education and educators is one of the most critical things that we can do as a company. زي ما حضراتكم شفتم بالفيديو، ان المقصود ببرنامج المعلم الخبير هو برنامج للإشادة بالمعلمين المبدعين الخبراء اصحاب الرؤية في كل بلاد العالم، واللي لهم باع كبير في دمج التكنولوجيا في التعليم،
طبعا بما يعود على أبنائنا الطلاب بالنفع وتقديم المادة العلمية بشكل أكثر تشويقا ويعمل على جذب وانتباه الطلاب ومتابعة العملية التعليمية بشكل أفضل. بالإضافة إلى أن مايكروسوفت كل فترة بتستطلع آراء المعلمين الخبراء عن تلك البرامج التي بتنتجها وكيفية تفعيلها بالصف ومشاركتها مع زملاء العمل وأصحاب القرار بالتعليم بكل دولة، ومن خلال تلك الآراء تعمل أو يقوم مصمم البرامج بتعديل أو إضافة الخصائص المختلفة أو الأدوات المختلفة حسب ما يراه المعلمين مطلوبا لفائدة أبنائنا الطلاب والنفع العظيم من هذه البرامج. والمعلمين طبعا لهم دور كبير جدا في مشاركة ممارستهم باستخدام تلك البرامج وتشجيع المعلمين الآخرين على تفعيل تلك البرامج بشكل أفضل في كل المدارس وفي كل الأجواء. مايكروسوفت كل عام بترسل إيميل لكل المعلمين الخبراء بإلغاء صلاحية اللقب اللي استمر معهم لمدة 12 شهر وتسأل عن الرغبة في الاستمرار بالموقع بلقب المعلم الخبير أو لا. وبالطبع من يرغب في الاستمرار عليه تحديث طلب التقديم ورفع ملف سوي أو فيديو لا يتجاوز 3 دقائق يحتوي على أدلة استخدام برامج مايكروسوفت بالتعليم وإثبات أثر حصوله على اللقب في استخدام التكنولوجيا بالتعليم مع سواء كان مع الطلاب في الصف وأثر حصوله على اللقب أيضا في نقل خبرته وتقديم ورش أو دعم لزملائه في العمل أو في المدارس المجاورة أو المجتمع المحلي أو المشاركة في الفعاليات الأخرى سواء محليا أو دوليا. وكما يظهر أمام حضراتكم بالشاشة الآن أن التقديم متاح طوال العام الدراسي، ولكن من يتقدم بطلب التجديد في الموعد المحدد كل عام يمنع أو يحصل على فرصة في إضافة اسمه بالقائمة العالمية في نهاية كل عام. لنبدأ الآن الحديث عن خطوات الترشح للحصول على لقب المعلم الخبير. الخطوة الأولى هي الانضمام لمجتمع مايكروسوفت بالرابط اللي موجود في أعلى الشاشة education.microsoft.com، وضرورة إنشاء حساب بإيميل شخصي لعدة أسباب سأذكرها الآن. أولاً، الإيميل الشخصي بيضمن الحفاظ على إنجازاتك وإمكانية الدخول للموقع في أي وقت وفي أي مكان بالعالم. الآن أنا أعمل بالخارج وفي أي وقت سأعود إلى بلدي أو سأنتقل من مكان عمل إلى آخر. بعد الانتقال أو بعد مغادرة العمل بيتم إيقاف الإيميل وبتخسر كل إنجازاتك اللي قمت بيها أو اللي حصلت عليها في الموقع، ومن الصعب جدا عملية التحويل بالتواصل مع الموقع مع فريق الدعم وعملية دمج الحساب الجديد بالقديم وبتاخد وقته. فتلافيا لهذه النقطة يفضل التسجيل للموقع بإيميلك الشخصي. الخطوة الثانية، كل فترة مايكروسوفت بتقوم بتحديث الموقع وعملية تغييرات وتحديثات زي اللي ظهر أمامنا هذا العام، وعانى بعض الزملاء من صدور شهاداتهم بصيغة غير جيدة لأن الموقع لسه جديد وغير متضمن التحديثات باللغة العربية، وبتظهر الشهادات بتاعتهم بحروف مبعثرة من اليسار لليمين وبتكون طبعا بطريقة غير صحيحة، وبيسعوا أو بيسأل كتير جدا عن كيفية التعديل. طبعا بياخد الموقع بعد التحديث شهور على ما يتم دعم اللغة العربية في الموقع وتبدأ تظهر الشهادات مرة أخرى بطريقة صحيحة أو بصيغة صحيحة بعد الانتهاء من أحد الدورات التدريبية. لذلك لهذه الأسباب أنصح بإنشاء حساب بإيميل شخصي، وأنا قمت بتسجيل فيديو سأضع الرابط في أسفل هذا العرض لكيفية إنشاء حساب بإيميل شخصي. الخطوة الثانية هي البدء بالتدريب حتى تحصل على 1000 نقطة. الدخول على أحد الدورات التدريبية أو الكورسات التدريبية، كل كورس له عدة نقاط بعد الانتهاء منه بعد حل الاختبار. حينما تحصل على 1000 نقطة ستجد أنه أضيف إلى حسابك أو في البروفايل الخاص بك شارة جديدة وهي شارة المعلم المبدع المبتكر اللي هي موجودة في أعلى يسار العرض الشاشة اللي موجودة قدام حضراتكم الآن. بعد الحصول على 1000 نقطة الآن أصبحت مؤهل للترشح والتقدم للحصول على الشارة الأعلى أو اللقب الأعلى وهو لقب المعلم الخبير. والتقديم بيكون بطريقتين، الطريقة الأولى إما تسجيل فيديو أو بإنشاء ملف سوي وإرسال الرابط سواء رابط الفيديو أو رابط السوي. أولا بالنسبة للخيار الأولاني هو تسجيل الفيديو، أنا ما بأنصح باستخدام طريقة التسجيل بالفيديو لأن من الصعب التعديل عليها في السنوات القادمة عند التجديد لكل عام. لازم أن أنت تبدأ تسجل من جديد وتبدأ تحط أدلة جديدة وبياخد منك وقت مضاعف. أما بالنسبة لملف السوي وهي الطريقة الأسهل، أن أنت
أنشأت رابط إسوي، كل سنة بيكون محفوظ عندك في حسابك الشخصي، بتقوم فقط ببعض التحديثات اللي هي إضافة صور أو إضافة كلمات أو تعديلات أو مدى أو أثر استخدام التكنولوجيا عليك في عملك مع الطلاب، أو المشروع الجديد اللي قمت فيه بتوظيف أدوات مايكروسوفت في المادة والتعامل مع الطلاب ومع الزملاء، والورش اللي قمت بيها بالتدريب مع في سواء كان مع زملائك في مدرستك أو المدارس المجاورة أو في المجتمع المحلي أو تدريب أونلاين في أي مكان في العالم. الآن في الخطوة التالية سنبدأ عن حديث عن إيه هي الأشياء المطلوبة أو الإجابة النمطية أو الإجابة النموذجية للأسئلة المطلوبة للترشح للمعلم الخبير. بالنسبة للخطوة الأولى اللي اتكلمنا عنها من قبل، إنه يجب التسجيل بموقع مايكروسوفت التعليمي زي ما أنتم شايفينه تحت في الرابط أدنى الشاشة اللي هو education.microsoft.com. نسجل بالإيميل الشخصي لكي نضمن الحفاظ على إنجازاتنا في الموقع في أي وقت، وأقدر أدخل عليه من بأي مكان، وأضمن إن شهاداتي تطلع بشكل جيد أو بصيغة جيدة بدون اللخبطة اللي بتحصل أثناء استخدام اللغة العربية، بتكون الحروف مبعثرة من اليسار إلى اليمين أو العكس وبتكون بشكل غير صحيح. الخطوة الثانية هي ضرورة البدء في أحد الدورات التدريبية في الموقع أو إضافة كود تدريبي تم الحصول عليه من أحد المدربين بعد حضور ورشة أونلاين، واللي بتمكنني من الحصول على 1000 نقطة، ومن خلالها بحصل على شارة المعلم المبدع اللي موجودة في الشاشة أمام حضرتك. بالنسبة للخطوة الثالثة وهي الأهم، هي عملية تسجيل فيديو لمدة لا تتجاوز 3 دقائق فقط، طبعا باللغة الإنجليزية، أو ملف سوي. وزي ما ذكرت من قبل إن أنا لا أفضل استخدام الفيديو أو تسجيل الفيديو باللغة الإنجليزية، لأن من الصعب التغيير أو التعديل في الفيديو بالسنوات القادمة. أما إذا استخدمت رابط سوي، من السهل جدا أنك تدخل على الملف وتعدل فيه، سواء إضافة أدلة أو حذف صور قديمة أو إضافة أثر استخدام أو أثر اللقب عليك بإضافة صور أو فيديوهات لورش وغيره وغيره. طبعا ده بيكون من السهل جدا أنك تعدل في ملف السوي وتقدر تقدم به مرة تانية بكل سهولة ويسر. بالنسبة للفيديو بيكون الجهد مضاعف، أنك لازم تقوم تسجل تاني والوقت بيكون أكثر عن ملف السوي. طيب الفيديو أو ملف السوي هيحتوي على إيه؟ بيحتوي على إجابة مجموعة من الأسئلة بطريقة إبداعية بطريقتك الخاصة. طبعا مفيش حاجة فيهم خطأ ولا فيهم حاجة فيهم صح، كل واحد عنده طريقته. المهم ان انت استخدم اسلوبك بطريقتك، مفيش اجابة نموذجية، مفيش اجابة واحدة او ثابتة تكون اجابة صح او اجابة خطأ. عبر باسلوبك براحتك بطريقتك على حسب ما ترى. طبعا الفيديو بتعبر فيه عن سبب رغبتك في الحصول على لقب المعلم الخبير، وبيكون عبارة عن توظيف ادوات مايكروسوفت اللي انت استخدمتها في المادة العلمية اللي انت او التخصص اللي حضرتك بتشتغل فيه، وكيفية التعامل فيها مع الطلاب، وأثر استخدام هذه التكنولوجيا عليك أولا وعلى الطلاب وعلى المجتمع المحلي أو زملائك في العمل أو التدريبات اللي قمت بها سواء محليا أو دوليا أو غيره. وزي ما حضراتكم شايفين في رابط هنا لملف سوي أنا بستخدمه كل سنة وبجدد فيه وبحدث فيه وبقوم بالتقديم عن طريقه، وإن شاء الله سأضع رابط لفيديو أو رابط السوي للاستعانة به في عملية التقديم لمن يرغب في ذلك. محتويات الفيديو، يا ترى ايه الاسئله اللي هجاوب عليها او ايه المطلوب ان انا اجاوب عليه في الاسئله اللي انا هجاوبها في الفيديو او في ملف السوي؟ السؤال الاول هو انت شايف نفسك معلم مبتكر او معلم خبير ليه بتعتبر نفسك معلم خبير؟ وطبعا زي ما قلت لحضرتك ان مفيش اجابه نموذجيه، عبر بطريقتك، عبر براحتك باسلوبك بكلمات بسيطه بكل ابداع او بكل سهوله حسب راحتك. وزي ما حضراتكم شايفين قدامي هنا، دي احد النماذج اللي قمت فيها بمساعده احد الزملاء او مجموعه من الزملاء في الاعوام السابقه. ده نموذج على اليسار لمعلم تربيه اسلاميه، لمعلم لغه عربيه، لمعلم لغه انجليزيه وخلافه. عبر براحتك ازاي انت شايف نفسك معلم خبير، ايه الرؤيه بالنسبه لك، وكيف وظفت ادوات مايكروسوفت في الماده العلميه سواء مع الطلاب او في التحضير او التعاون بينك وبين زملائك في مكان عملك. بالنسبه للسؤال الثاني، بيطلب منك وصف كيف استخدمت أدوات مايكروسوفت في صفك مع طلابك، وخصوصا التركيز على أحد برامج أوفيس 365 بطريقة إبداعية وجديدة وترفق فيها أدلة لاستخداماتك سواء كان للتيمز سواء كان للفورمز، الون نوت، السوي، السكايب، الباوربوينت، الشير بوينت وغيره. التيمز ياريت تاخد سكرين شوت كويسة
من التواصل بينك والتفاعل بينك وبين الطلاب، الفورمز او الواجبات او الاساينمنت اللي انت قمت بارسالها للطلاب، وعدد الاستجابات وطلب مساعده الطلاب واعطائهم الفيدباك وغيره، الوان نوت او الاعمال المشتركه في النوت الكلاس نوت بوك بينك وبين طلاب الصف، لو طلبت من الطلاب عمل مشروع او بحث باستخدام السوي، او لو حضرتك تواصلت مع طلابك او بدون طلابك من خلال السكايب باحد الصفوف في اي مكان بالعالم، سواء كان في دول عربية او دول غير عربية حسب اختلاف التوقيت، لو طلبت من الطلاب مثلا استخدام الباوربوينت وانجاز مشروع معين او بروجكت معين بطريقة ابداعية وتشوف اثر استخدام التكنولوجيا على الاولاد او على طلاب الصف، مشاركة الملفات في الشيربوينت وغيره. وهنقوم في الشريحة التالية واوريكم او نوري لحضراتكم ازاي تاخد لقطة او سكرين شوت نموذجية تستخدمها في طلب التقديم. وزي ما هو ظاهر قدام حضراتكم في الشاشة الان، على نبدأ من اليسار لليمين، زي ما شايفين في الشاشة في اعلى اليسار الشاشة، في دي بالنسبة لاستخدامات التيمز مع الطلاب والواجبات واسناد الواجبات وعملية استجابة الطلاب. الجزء الثاني برضو ايضا في التيمز من خلال التعاون بيني وبين زملاء او المعلمين على النطاق الداخلي في دولة قطر مع معلمين اللغة الانجليزية بالجروب اللي احنا انشأناه للتعاون بيننا مع بعض كمعلمين. الجزء الثاني في الفورم واستخدام الروابط او انشاء الاختبارات الالكترونية، كذلك برضو استخدام البرنامج الوان نوت او الكلاس نوت بوك مع الطلاب، حفظ الملفات وتبادل الملفات بيني وبين الطلاب او بيني وبين المعلمين من خلال الوان درايف، الاستبانات او الاستقصاءات اللي بنقوم بيها سواء على المستوى الداخلي في المدرسة او مع الطلاب او مع زملاء العمل في للتبادل حول نقاط معينة او لتبادل الخبرات في احد المجالات المختلفة. الان مع حضراتكم الان دخلت على موقع السوي اللي هو sway.office.com، وده نموذج اللي اتقدمت بيه كل العام الماضي وكل سنة بقوم بالتغيير والتجديد فيه باستخدام السوي. زي ما حضراتكم شايفين دي النماذج اللي بقوم فيها باستخدام او بدمج برنامج سوي. ببدأ اعرف عن نفسي في الاول وبذكر بعض التفاصيل الخاصة عني من خلال احد او برامج التواصل او ايه رؤيتي او الخبرات والشهادات التي حصلت عليها، وببدأ اعبر عن نفسي ليه انا بعتبر نفسي معلم خبير مبتكر وعايز احصل على اللقب وغيره، وابدأ اضيف بعض الصور او بعض الشهادات او غيره. الان ببدأ اجاوب على الاسئلة تباعا زي ما اتكلمنا عنها في السؤال الثاني بطريقة مختلفة، كل واحد فيها بيعبر باسلوبه بطريقته. خلي عند حضرتك مطلق الحرية، عبر باسلوبك، جاوب باسلوبك، بس اهم شيء ان هي تكون باللغة الانجليزية. وطبعا بالنسبة للزملاء اللي كانوا بيعانوا من الترجمة او الترانزليشن، ممكن تستعين باحد الزملاء في مدرستك او تتواصل مع احد الاشخاص لترجمة كل ما تريد ان تعبر عنه باللغة العربية وحولوا لك اللغة الانجليزية وغيره. ده بالنسبة تشوف حضراتكم بقى اللي كنا بنتكلم عنه اللي هي استخدام السوي في عرض الأدلة أو السكرين شوت. أنا بالنسبة لي ده استخدمت، كنت مثلا بتكلم عن استخدام التيمز وبدأت أخذ سكرين شوت من الشاشة من خلال تطبيق التيمز، وأبدأ أحط الصور وأضيف الصور خلف بعض زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، هي صور فوق بعض بطريقة مختلفة بأنماط مختلفة، وفي منها طرق بالطول بالعرض، طريقة زي ما انتم شايفين حضراتكم اللي قدامكم دلوقتي هنا، وأبدأ أسرد الصور وأخذ سكرين شوت لأعمال أو ممارسات متميزة في استخدام التيمز والتواصل مع الطلاب وتواصل مع المعلمين الزملاء في مجال العمل او في اي مجال من المجالات الاخرى، او الاستبانات اللي بقوم بيها داخل المدرسة او داخل مجتمع العمل. كذلك دي كل دي من الطرق او اللي ممكن تستخدمها في استخدام التيمز واثبات او اخذ سكرين شوت او ادلة تقدر تستخدمها في التقديم لطلب المعلم الخبير. طيب ده بالنسبة للتيمز، تعالوا بنا ننتقل على استخدام الفورم. كمان برضو رحت قمت ملف فتحت حساب المايكروسوفت فورم الخاص بيا، وان شاء الله طبعا السنة دي عندنا وفرة كبيرة جدا في الاستبيانات او الواجبات اللي قمنا فيها في مرحلة التعلم عن بعد. ممكن ابدأ افتح التطبيق واخد منها سكرين شوت واركز زي ما حضراتكم شايفين قدامي دلوقتي على عدد الاستجابات الموجودة في كل فورم او في كل استبيان او في كل واجب. المهم ان يكون نختار استبيانات او واجبات او assignment فيها عدد كبير او اكبر عدد من الاستجابات، واحنا الحمد لله كلنا دلوقتي السنة دي مؤهلين للعمل. ده كان استبيان او سيرفي قمت بعمله في خلال المشاركة في السكايب ثوم، وكان مشارك معاه في احد الدروس من بلاد مختلفة، وكان عدة نماذج
دي برضو كان استبيان للعمل او داخل المدرسه، ونشوف نعمل عمل نقوم بالاستقصاء او بجمع الادله او الاراء وغيره، سواء كان في مجال تخصصي في العمل او في مجال في العمل داخل المدرسه وغيره. ودي بعض الادله زي ما حضراتكم شايفين بالتحليل او بالرسم البياني بشكل مختلف. تعالوا بنا ننتقل لدليل اخر وهو الوان درايف، وطبعا كلنا عندنا ملفاتنا، واقدر احمل كل شغلي على الوان درايف الخاص بيا في الحساب بتاعي، واقدر ادخل عليه من اي مكان، سواء من الجوال سواء من اي جهاز داخل الدولة او خارج الدولة، في اي وقت احتاج اي ملف مباشرة افتح الحساب الخاص بيا في الوان درايف واشوف كل الملفات او كل الاعمال بتاعتي مخزنة، اقدر اتعامل بيها وانشرها او اتعاون مع زملائي او اعدل فيها او اضيف او غيره في مجال العمل. بالنسبة للوان نوت برضو كمان كنت موثق عملي ان انا بقدر استخدم او احفظ دروسي والاعمال اللي بقوم بيها مع الطلاب في شهور مختلفة، كل شهر بقوم جاي ده مستخدم الكلاس نوت بوك واحط فيه الواجبات او الاعمال اللي انا بستخدمها او الاوراق العمل او الانشطة اللي بقوم بممارستها مع اولئك الزملاء او طلاب العمل او غيره. ده طريقة عرض السوي، طبعا تقدر تحط فيه صور زي ما حضراتكم شايفين، تبادل ورش وتقديم ورش في مجالات مختلفة سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة. ودي كانت ورشة أحد الورش اللي قمت بتقديمها في جامعة قطر لمعلمي اللغة الإنجليزية. كمان ممكن أضيف السوي داخل السوي لأدلة أخرى أو لنماذج أخرى مثلا عن ممارسات السكايب وغيره، زي ما حضراتكم شايفين ده رابط سوي داخل سوي آخر كان في أحد الدروس حضرتها أو أحد الورش اللي حضرتها مع طلابي ومع الزملاء الاخرين. قمت الاول بحضور الدرس او حصه سكايب مع طلابي وطلاب اخرين في اليابان، وكمان قمت بتدريب المعلمين او الزملاء هناك على برامج اوفيس 365 وغيره. ده كانت برضو كان لقاء مع احد الزملاء او احد المجموعه من الزملاء في الدوله العزيزه تونس، وكنا بنتكلم عن البرامج الجديده ودمج التكنولوجيا في التعليم وغيره. كان تم استضافتي لشرح احد البرامج مع احد الزملاء هناك بالتنسيق المسبق طبعا بيننا، وده طبعا اثر من اثر الحصول على لقب المعلم الخبير وغيره، وده توثيق لاحد الزملاء في اثناء العرض. بالنسبه كمان في حصص السكايب ممكن تحضر حصص جماعيه مع زملاء اخرين مع طلاب اخرين وغيره. طبعا السوي هو وسيله جيده جدا لانك تستخدم او توثق اعمالك اللي بتقوم بيها خلال العام سواء مع طلابك او سواء بعمل فردي اذا كان الوقت غير مناسب في وقت الدوام او غير وقت الدوام، اقدر اتعاون مع زملائي واقدم لهم العون والمساعدة واستفيد منهم ويستفيدوا مني. كمان برضو بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية قمت بشرح احد الدروس، كان احد المشاريع عن اللغة الانجليزية، او كان في عندهم دروس بعد عن الحضارة المصرية او الحضارة الفرعونية وغيره، وقمت بتقديم او بشرح محتوى معين، واتكلمنا عن احد البرامج برضو، وكان في تبادل ولقاء. طبعا التوقيت بيختلف، فدايما كنت بفضل استخدم الوقت اللي يكون مع طلابي اكتر شيء، لكن في حالة اختلاف التوقيت كنت بستخدم السكايب لوحدي مع الزملاء او مع العالم الاخر. وده طبعا السوي زي ما انتم شايفين حضراتكم بيوثق العمل بتاع حضرتك في اي وقت وفي اي مجال. زي ما شفنا حضراتكم ده كان سكايب اخر او نماذج اخرى مع دول اخرى بضيف فيها، ده كان مع روسيا مثلا، وبضيف بوثق الادله وبوثق شغلي واقدر احتفظ بيه، وحتى لو الجهاز لا قدر الله صار له شيء او اي شيء اخر ممكن اوفر او الاقي كل شغلي محفوظ واستعيد به في اي وقت واعرضه باي طريقه. زي ما احنا شايفين ده سوي اخر كنت دمجه في ضمن السوي نفسه، بقوم باضافه رابط سوي داخل السوي عن احد الممارسات المتميزه برضو في التدريبات داخل دوله قطر او بالمجتمع المحلي في مدرستي. اولا قمت بتقديم العديد من الورش لزملائي في المدرسه على مدى سنوات عديده ومراحل مختلفه، طبعا دي من سنوات مختلفه. قمت بتبديل او بنقل الخبره برضو لاحد الزملاء او المجموعه من الزملاء في مدارس اخرى غير مدرستي في المجتمع المحلي، وبقدر اوثق شغلي واحتفظ به والاقيه في اي وقت. كذلك برضو التدريب مع اخرين زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا نتكلم برضو عن المشاركه في الفعاليات المختلفه للاور اوف كود مثلا والادله اللي بتكون موجوده فيه، واقدر انشئ صف من خلال ساعه البرمجه ومارس او اوثق شغلي زي ما حضراتكم شايفين. ده نموذج من ضمن نماذج السوي اللي ممكن تستخدمها وتدرجها في توثيق عملك وانك تقدر ترجع عليها. طبعا ده بيختلف من مدارس البنين عن مدارس البنات. ممكن دلوقتي نستخدم صور سكرين شوت للدروس نفسها، مش لازم، احنا معروف طبعا الخصوصيه اللي موجوده في مدارس البنات بتختلف عن
مدارس البنين واقدر اوثق فيها بالطريقه اللي يحلو لي فيها او حسب اخذ التصريحات او الموافقات من اولياء الامور وغيره. وده كان تكريم لاحد الطلاب بعد ممارسه في ساعه البرمجه وغيره. ده الطلب اللي قدمت بيه. كذلك برضو بنتكلم عن دمج التكنولوجيا مع الطلاب والحصص اللي ممكن نعملها على مدى سنوات متعددة وعلى مدى خبرات أخرى. ودي كانت حصة برضو في السكايب في حضور أحد أخصائي المعايير والنائب الأكاديمي المدرسة وغيره. وده كان بالنسبة لحاجات مشاركتي في المؤتمر مايكروسوفت إكستشينج اللي هو الإي 2 اللي كان في سنغافورة في عام 2018، وشرفت بتمثيل دولة قطر في هذا المؤتمر. وكان كنت احد مش كنت بس فقط احد المشاركين، لا ده انا كنت ضمن لجنة التحكيم لان كنت مشارك ك MIE Fellow، وكنت قائد لمجموعة من الخبراء اللي كانوا في هذا المؤتمر. كنت بقود مجموعة من المعلمين من فرنسا، من الصين، من هونغ كونغ، من تايوان، من الهند. كنا بنعمل على مجموعة معينة وعلى مشروع معين ونقدم فيه. وده كان برضو بعض اللقطات مع مستر أنتوني سالسيتو ومع رؤساء مايكروسوفت أو مجموعة مايكروسوفت زي ما حضراتكم شايفين. وده كان أحد العروض أو أحد النماذج للاستخدام برنامج سوي. زي ما حضراتكم شفتم في الشريحة السابقة من عرض الممارسات من خلال تطبيق السوي، السؤال الثالث اللي كان زي ما عرضت في الشريحة السابقة، كيف ساعدت زملائك في مدرستك أو في مدارس أخرى لتنمية مهاراتهم باستخدام أدوات مايكروسوفت؟ ودي زي ما شرحت لحضراتكم في العرض السابق عن مدى أو أثر حصولك على اللقب سواء على طلابك أو على زملائك في مجال العمل أو في المدارس المجاورة أو في المجتمع المحلي أو المجتمع العالمي. بالنسبة للسؤال الثالث، إذا حصلت على لقب معلم خبير، يا ترى ايه تأثير حصولك على هذا اللقب في عملك في خلال 12 شهر القادمة؟ من المفترض بعد حصولك على اللقب انك بتقوم بالتدريب اكثر وممارسة عملك بشكل اكثر تطورا باستخدام التكنولوجيا، ومن الافضل ان انت تنقل خبرتك برضو او بتنقل اثر التدريب اللي انت حصلت عليه للزملاء في المجتمع الداخلي سواء في مدرستك او في زملاء العمل او بالمدارس المجاورة او باي مكان في المجتمع المحلي او اونلاين. وخلي بال حضرتك ان ده مش شرط اساسي، الشرط اساسي ان احنا استخدام التكنولوجيا مع الطلاب اللي هو التيمز، الفورمز، الون نوت، الباوربوينت، السكايب وغيره. لكن نقل الخبره بعد حصولك على اللقب ليست شرط اساسي، وانما هي بتكون عمل تطوعي من حضرتك ولنقل اثر الخبره وللفائده العلميه عموما. طبعا بعد جمع الادله اللي اتكلمنا عنها مسبقا من استخدام التكنولوجيا في التعليم مع الطلاب وأثر استخدامها وجمع أدلة بالصور أو بالفيديو أو غيره، دلوقتي أصبح طلبك جاهز لأنك تدخل على الموقع اللي هو الإيفنت كور وتبدأ تسجل أو تنشئ حساب في الإيفنت كور وتتقدم وتحط أدلة أو رابط السوي أو رابط الفيديو اللي حضرتك سجلته في الموقع وتنتظر حتى إعلان النتيجة. تقريبا بتكون في بداية شهر أغسطس من كل عام. تعالوا بنا الآن نتكلم عن بعض الفوائد اللي بتعود علينا كمعلم بعد حصولي على لقب المعلم الخبير. زي ما حضراتكم شفتوا في الموقع أو موقع مايكروسوفت التعليمي أو منصة مايكروسوفت، إنها بتحتوي على العديد من الدورات التدريبية والمسارات التعليمية اللي فيها كثير من الورش التدريبية والممارسات المتميزة من بلاد مختلفة، من معلمين مختلفين، من خبراء ومختصين. من خلالها بتقدر تشاهد الفيديوهات والممارسات، وبتكون مطبوعة باختبار بسيط يحتوي على مجموعة من الأسئلة. لابد أنك تتجاوز 80% من الأسئلة إجابة صحيحة لكي تحصل على الشارة وعلى النقاط وتحصل على شهادات زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الآتي أو بالشكل اللي ظاهر قدام حضراتكم. طبعا الشهادات دي مجانية، يمكن الحصول عليها بكل سهولة وبيسر، معتمدة من مايكروسوفت بالإضافة إلى ملف التطوير المهني، وبتكون من ضمن الإنجازات اللي أنت قمت بيها في خلال العام الدراسي وغيره. ايضا من خلال الموقع بتكون لك صيت او شهرة، وانك تقدر تتواصل وتتبادل خبراتك مع الخبراء والمعلمين المتخصصين في سواء كان في المجتمع المحلي او في المجتمع العالمي. وبيطلب منك الناس او الزملاء او الخبراء او المختصين مشاركة خبراتك او المشاركة في التدريبات او في الورش سواء داخليا او محليا. وطبعا انا الحمد لله قمت بالعديد من الورش او التدريبات
سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، سواء فيس تو فيس أو أونلاين. من ضمن الفوائد الكبيرة جدا للحصول أو لموقع مايكروسوفت التعليمي والحصول على لقب المعلم الخبير هي تبادل الخبرات مع الفصول الدراسية المختلفة ومع المعلمين في كل بقاع العالم في أي وقت على حسب التنسيق المسبق بينك وبين الزميل أو بينك وبين المعلم، إما في حضور حصص بينك مع طلابك وطلاب آخرين في نفس التوقيت بالترتيب المسبق عن أحد المواضيع أو أحد المشاريع أو غيره، أو بالتدريبات وتبادل خبرة مع المعلمين أو مع زملاء العمل في أي مكان في شتى بقاع العالم. وأنا طبعا كان ليا باع كبير جدا في التواصل مع معلمين من شتى بقاع العالم في الفترات أو السنوات السابقة. فائدة أخرى من فوائد الحصول على لقب المعلم الخبير هي المشاركة في الفرق المهنية المتخصصة، سواء في مع مبرمجي البرامج مايكروسوفت وإضافات اللي بيطلبوها أو التغذية الراجعة عن أحد البرامج وإيه هي الأدوات اللي ممكن تضاف أو ممكن يتم تعديلها وإضافة مزايا جديدة عليها، وممكن أيضا بتشارك في التويت ميت أو الحدث العالمي اللي بيكون عن أحد المواضيع كل شهر، بيختاروا مجموعة من الخبراء والمختصين أو المعلمين في كل بلاد العالم ويتشاركوا الآراء حول نقاط معينة أو حول برامج معينة. وقد قمت بتمثيل الدولة في أكثر من مرة في حدث التويت ميت، وكذلك المشاركة في الفرق أو التيمز المتخصصة بتقديم التغذية الراجعة عن البرامج المختلفة سواء التيمز الفورمز الون نوت أو غيره، وبحث أو استقصاء عن مدى فعالية هذه الأدوات وإضافة أو تعديل أو مسح أو إضافة أحد الأدوات في كل من هذه البرامج وغيره. بعد هذا الكم من الإنجازات وهذا الكم من الخبرات وتبادل الخبرات في مجتمع مايكروسوفت، في كل عام بتكون في مسابقة بين الخبراء على مستوى العالم بكل دولة أو بكل قطر، بتعقد مايكروسوفت مجموعة أو بتطلب بعض الأدلة عن أثر استخدام أو أثر حصولك أثر استخدامك للتكنولوجيا وإثبات مدى أهليتك ومشاركتك في المنتدى العالمي اللي بيتم كل عام في دولة مختلفة. ولله الحمد كان لي شرف تمثيل دولة قطر في عام 2018 في المؤتمر اللي انعقد في سنغافورة. طبعا فرصة جيدة جدا لتبادل الخبرات والتقابل أو تبادل الخبرات عن قرب مع الخبراء والمختصين ورؤساء مايكروسوفت ومصممي البرامج وتجربة أحدث ما تنتجه مايكروسوفت، وبتكون فرصة جيدة جدا للتلاقي عن قرب فيس تو فيس مع كل زملائك من الخبراء والمختصين اللي كنت بتقابلهم عبر الموقع أونلاين. بيكون اللقاء لاختيار أفضل 300 معلم على مستوى العالم كل سنة في ممارسات أو في استخدام التكنولوجيا بشكل فعال، بيكون لك فرصة لتمثيل بلدك بشكل مشرف. مشاركتي في المنتدى العالمي أو في مؤتمر مايكروسوفت اللي انعقد في سنغافورة كانت مشاركة مميزة تختلف عن كل المشاركات اللي قام بها أحد الزملاء أو غيره، لأن كنت أحد أعضاء هيئة التحكيم وكنت قائد لمجموعة من المعلمين من عدة دول، من الصين من فرنسا من تايوان من الهند وغيره. طبعا قمنا معا بإنجاز مشروع معين وشاركنا في المسابقة. بالنسبة بعد انتهاء المسابقة في اليوم التالي بيكون في تحكيم، وده كان دورنا في تحكيم المشروعات اللي قام بيها الزملاء أو الخبراء أو المجموعات المختلفة، تقريبا كانوا حوالي 52 مجموعة لاختيار أفضل الأعمال المركز الأول والثاني والثالث وغيره. وشرفت بالمشاركة في تحكيم هذه المشروعات وتعلمنا طرق مختلفة وطرق جديدة لعملية التحكيم وغيره. دي كانت من ضمن الحاجات المميزة جدا والذكريات اللي كان لها أثر طيب. طبعا حضور العديد من الورش، ممارسة الكثير من البرامج، تدريبات مختلفة، تجربة برامج مختلفة عن قرب وعن يعني بطريقة إنك تتلاقى مع المصممين البرامج نفسهم، بتتحاور معاهم وتتناقش معهم عن البرامج وكيفية استخدامها وتفعيلها بشكل طيب أو بشكل جيد أو بشكل أمثل، وإيه هي الأدوات اللي ممكن أو بتقترح إضافتها في كل برنامج عشان يكون له فعالية أكثر. من ضمن الأشياء المميزة جدا طبعا بياخدوا في أثناء المؤتمر بيكون في التقاط العديد من الصور، سعدت جدا لما شفت مثلا أحد الصور أو زي ما حضراتكم شايفين في العرض اللي قدام حضراتكم دلوقتي بيستخدموا الصور المميزة في العرض في الأحداث المختلفة، زي مثلا حدث الهاك كلاس روم اللي بيحصل في كل سنة كان في شهر أكتوبر الماضي، وكان اللوجو أو الواجهة الرئيسية اللي كان فيها صورتي الموجودة قدام حضراتكم. ودي كانت ذكرى مميزة جدا
ومن الأشياء التي لا تنسى في التعامل مع موقع مايكروسوفت التعليمي. كان هذا هو لقائي معكم اليوم عن خطوات الترشح للحصول على لقب المعلم الخبير، ومستعد أو في انتظار اقتراحاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عن طريقة التقديم، وقد قمت بالفعل بمساعدة العديد من الزملاء والخبراء اللي حصلوا على اللقب من الموقع وصاروا خبراء زينا، والحمد لله صاروا زينا وأفضل منا وتعلموا. ده شيء يفرحنا جدا إن احنا بننقل الخبرة للآخرين، ودي صدقة من ضمن صدقة العلم اللي الواحد بيعتز بيها، إن يكون في ذكرى طيبة أو عمل طيب أو أثر طيب على الآخرين. أشكركم وإلى لقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.